خطوبة الفنان السيداوي شهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع لانا محمد اللي نشرت شوية ستوريات على الانستغرام كشفت إطلالتها لليوم. نمر إلى قمر الطائي اللي نشرت ستوري على السناب شات، كانت كتير مبسوطة بتوثيقها على السناب شات. أنا ما عندي فاسة بس اسمي قمر الطائي في لب. هلا اتذكرت مش انت اللي اخذتك كان شوف الفلوس اكثر اللي فتح قدامي اقوى يعني تعرفوا القموره بنص لبنان فتحه بلوج اكثر والناس تبوا عليها وهم خبل. المهم هيك اسمي فوق قمر الطائي في لبنان، اسمعنا وطي كثير عالي كثير قمر الطائي في لبنان. والتوثيق توثيق شفتوا التوثيق لو شفتوا فانا مبسوطه على التوثيق صار. ايضا والد الفنان السلاوي بعد ما نشر ستوري على صفحته بالانستغرام علق عليه بي قربت ان شاء الله فرحتي الكبيره وعمل منشن لابنه السلاوي. قام بنشر ستوري اخر علق عليه بي بحب احكي لهذا الشاب الله يتمم لك على خير ان شاء الله، نعم انا ابوك سندك وعزوتك احزام ظهرك كلنا معك بفرحك وابشر ابعثك ابو زياد. وفسر الجمهور ستوريات والد السلاوي انه في خطوبه قريبه.